وهذا يسأل عن يقول توجد كتب لسيد قطب في أحد المساجد هل يجوز لي إخراجها؟ أقول يجب عليك إخراجها، ما هو يجوز، يجب عليك إخراجها، نعم، إن كنت لا تخاف على نفسك ضررا ولا فتنة، فإنها فتنة عظيمة هذه الكتب لكل مفتون، نسأل الله العافية والسلامة. وأحسن ما يتبجحون به على الإطلاق من كتب سيد قطب تفسيره للقرآن، وهو مليء بالضلال، فهو ظلال الضلال، ظلال الضلال، نعم، نسأل الله العافية والسلامة.